هل تخيلت يوما أن تحضر مباراة كأس العالم لكرة القدم وتشجع روبوتك المفضل؟ هذا ما انطلق حاليا في آيندهوفن جنوب هولندا بوجود نحو 2500 أستاذ جامعي، حيث شهدت هذه المباراة الأولى من نوعها منافسة قوية، إذ حصل روبوت من الفريق الألماني على بطاقة صفراء بعد محاولته خطف الكرة من خصمه الهولندي. تتكون الروبوتات التي تخوض مسابقة كرة القدم لكأس العالم من فريق يشمل 5 لاعبين، وتأتي على شكل مقعد صغير مقلوب ومجهز بعجلات متعددة الاتجاهات لتسهل عليها الحركة، كما يعلوه برج صغير يحوي كاميرا موجهة نحو الأعلى تعكسها مرآة تسمح له برؤية ما يدور حوله. الروبوت طور بشكل يمكنه من اللعب باستقلالية تامة داخل الملعب، ذلك بفضل نظام لاسلكي وبرنامج معلوماتي، حيث ينطلق وسط الملعب بشكل مستقل من دون أي تدخل. ويقول منظمو هذه الفاعلية إن الهدف من هذه المسابقة تجهيز روبوتات متطورة وأكثر فاعلية قد يشكل منها فريق قادر على منافسة الفرق العالمية لكرة القدم. تهاني الجهني، العربية.